في الفترة الأخيرة في صدمات وأعمال عنف بين مجموعات من المهاجرين الأفارقة وسكان محليين في محافظة صفاقس في تونس بعد مقتل رجل تونسي على يد المهاجرين. ده خلى السلطات التونسية تدعو إلى ترحيل المئات من المهاجرين للحدود مع ليبيا، وحصل فعلا أنهم هجروا ناس كتير. هنا بقى في تطورات حصلت. أولا السلطات التونسية تعرضت لانتقادات واسعة، واتهمت منظمات حقوقية السلطات التونسية بإساءة معاملة المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر بعد طردهم إلى الصحراء دون طعام أو ماء وفي ظروف مناخية صعبة. اتنين، الرئيس التونسي رد على هذه الاتهامات ونفى وجود انتهاكات ضد المهاجرين، وقال إن قوات الأمن التونسية قامت بحماية الذين لجأوا إلى تونس ويريدون الاستقرار فيها عكس ما يشاع. ثالث، بدأت منظمة الهلال الأحمر التونسي في نقل مجموعات من المهاجرين بواسطة حافلات أتوبيسات يعني إلى محافظتي مدنين وتطاوين، حيث تم إيوائهم في أماكن خاصة ومدارس بعد تجهيزها وتوفير حاجاتهم ومستلزماتهم الأساسية بانتظار ترحيلهم إلى بلدانهم. رابعا، في مسؤول في مجلس الأمن القومي التونسي قال إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقوا تحويلات، اسمعوا الرقم ده حضراتكم، بثلاثة مليار دينار، يعني مليار دولار جات لهم فلوس من دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من السنة دي. مليار دولار ده رقم كبير جدا. الرئيس التونسي اعتبر هذا الرقم صادم وأشار إلى إنه ده إن تونس مستهدفة، لأنه صعب جدا الرقم ده يدخل تونس سواء عدد المهاجرين كعدد ومن ناحية تانية كمية الفلوس اللي بتتحول لهم. ينضم إلينا من تونس مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس الشعب التونسي السيد ثابت العابد، وأحد المتطوعين في الهلال الأحمر التونسي السيد أحمد المناعي. هبدأ أولا برئيس أو مقرر لجنة الدفاع في مجلس الشعب التونسي، مقرر لجنة الأمن والدفاع السيد ثابت العابد. سيد ثابت، خليني أبدأ أولا، في أي تعليق لحضرتك على المقدمة اللي أنا قلتها؟ لو عندك تعليق حضرتك قولها. تاني حاجة، هل تونس فعلا مستهدفة؟ هل الفكرة اللي بيقولها سيادة الرئيس التونسي إنه تونس مستهدفة، هل يعني نقول ده له أدلة على أرض الواقع، ولا هو تخوف يعني على الأمن القومي أو الوطني لتونس؟ تفضل يا فندم. شكرا. أولا، لماذا كل هذا التدفق من فريق جنوب الصحراء إلى تونس؟ لا فقط بسبب أن سواحلها ممتدة وهي الأقرب إلى الضفة الغربية، ولكن لأن تونس هي البلد الذي تحترم فيه الحقوق والحريات والأمن، يعامل فيه كل المتواجدين التونسيين بنفس المعاملة، حتى وإن كانت هنالك بعض الانفلاتات الشاذة فهي لا تعبر عن الحالة العامة في تونس. لهيك وأن الآن إلى جانب الهلال الأحمر المواطنون يقدمون المساعدات للمهاجرين، ولكن في هل هنالك فعل؟ أولا، السؤال المطروح، كيف يصل فريق جنوب الصحراء ويقطعون الصحراء ويتجاوزون ما يزيد على 5000 كيلومتر ماشيا على الأقدام، كيف يصلون إلى تونس؟ ثم في الوقت ثانية واحدة سيد ثابت، بيمشوا 5000 كيلو؟ ثانية واحدة بس، 5000 كيلومتر مشي؟ 5000 كيلومتر، تونس ليس لها حدود مع الدول التي يأتي منها المهاجرون، تونس حدودها مع ليبيا والجزائر، ثم هنالك الصحراء ومن بعدها الدول من المهاجرين، يعني تقريبا ما يزيد عن 5000 كيلومتر. كيف يصلون ويقطعون كل تلك المسافة في الصحراء؟ أو هذا من جانب. من جانب ثاني، تونس اليوم تعيش أزمة اقتصادية وتتقدم إلى صندوق نقد الدولي بطلب لقرض. في نفس الوقت هنالك مفاوضات مع مجموعة الدول الأوروبية لفض مشكلة المهاجرين. في نفس الوقت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تنزل تصنيف تونس بدرجتين لتصبح 3C- في حين
أن أوكرانيا الحرب التي بها حرب مدمرة تصنيفها أفضل من تونس، وهل الغاية من هذا من إنزال هذا التصنيف هو غلق باب المانحين من خارج صندوق النقد الدولي؟ يعني هنالك ضغط على تونس من الناحية من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي حتى تكون تونس حارس للحدود الغربية، وحتى تنفذ رئيسة وزراء إيطاليا وعودها الانتخابية. نحن أيضا نعتقد أن هنالك مشكل في إيطاليا، ولكن المشكل لابد وأن يتم التعامل معه على مستوى إقليمي ودولي. الدول التي تأتي منها الوفود والأفواج، أفواج المهاجرين من جنوب الصحراء، من السبب؟ من هو السبب في المعارك المسلحة الدائرة في تلك الدول؟ من يمولها؟ من يدعم الحكومات والانقلابات في تلك الدول؟ يعني هنا أسئلة تطرح. أيضا هل يفتح يوم ما ملف؟ طيب هستأذنك سيد ثابت، حضرتك بتسأل أسئلة كتيرة قوي مهمة، هروح للسيد محمد المناعي كمتطوع في الهلال الأحمر. سيد محمد، هل هناك بالفعل استهداف للدولة التونسية، ولا هو تخوف نقول مشروع بسبب التدفق الكبير للأعداد؟ بس هو مش بالضرورة يكون استهداف، هو بس الموقع الجغرافي لتونس وضعها في هذا المأزق. تفضل سيد محمد. أهلا وسهلا، تحية عطرها الياسمين من تونس الخضراء إلى كل المشاهدين وكل المتابعين. تحية ليك دكتور والضيفك. الحقيقة حبيت نقول اللي تونس من أولها سباقة في مجابهة الكوارث، مجابهة يعني إدارة المهاجرين، لتفكروا العالم كامل شهد تونس في الأحداث الحرب متاع ليبيا وقت اللي كانوا موجودين على الحدود الشوشة يعني الجنوب الشرقي التونسي. دونك تونس قدرت على احتواء الأزمة هذه وقت اللي كانوا ثم مئات الآلاف، إذا كان مش ما نغلطش في الرقم، إذا كان ما نقولش الملايين. يعني تونس في وقت من الأوقات في الحرب اللي العدد متاع المهاجرين واللاجئين اللي جاوها كان عدد مهول جدا، يعني قربت 500-600 مرة عدد المهاجرين اللي موجودين اليوم، وتونس قدرت مش تحتويها، العائلات التونسية قدرت مش تحتويها وحلت ديارها للمهاجرين لدوما، وبالحق منا أعجاب العالم الكل. الحقيقة نعرف بالكده اللي تونس كباقي الدول العالم قاعدة تعيش في أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة ياسر، وهذا يعني موجود كل الدول قاعدة تقاسي من الأمور هذه. لكن الحقيقة وقت تكون هبة كبيرة متاع مهاجرين من نوع هذا بدون سابق انذار، يعني في الشوشة مثلا حرب ليبيا كنا متحضرين للشيء هذا، دونك وقت تكون هبة كبيرة بالطريقة هذه صحيح ممكن نتقلق شوية، لكن كما تقولوا في مصر احنا أداء وأدود، يعني قدرنا على مجابهة يعني حالات أكبر من هذه. يعني كأنك مش الآن من حكاية استهداف تونس أو الكلام ده، يعني أنت شايف أنه ده مبالغة شوية في توصيف الواقع؟ والله شوف، أنا باش نتناول الموضوع، مانيش نتناول الموضوع من ناحية سياسية، خاطر أنا كهلالي يعني كمنظوي تحت راية الهلال والصليب الأحمر الدولي، المبادئ نتاعي تمنعني باش نخوض في الأمور هذه. لكن من ناحية الأخرى، هو ربي سبحانه قال في كتابه عزيز، قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يعني وقت أي إنسان في أي مكان في العالم، وهذا وارد للناس الكل، وقت يحس بعدم الاستقرار، بالخوف يعني على سلامته، بالخوف على معيشته، على الأكل والشرب نتاعو، أكيد ما هذه سنة الله في خلقه، يعني مش يحاول مش يهاجر. العباد اللي دخلوا للتراب التونسي كما واللي يعني قطعوا البحار يعني وخاطروا بحياتهم، هذوما ما نجموا نكونوا كان أبطال، وما نجموا كان نحتويهم بالكلمة الطيبة وبالكلمة الحسنة. أنا نخرج الحقيقة من نظرية المؤامرة، ما نحبش تحت نظرية المؤامرة. أنا بشقوم بدوري كمتطوع، والتوانسة بشقوم بدورهم كيف
كأهل كرم وأهل ضيافة، وشفنا هذا كما كنت لا طبعا كل التحية والتقدير ليك سيد محمد وللهلال الأحمر التونسي، لأن لا شك أنتم تلعبوا دور إنساني مهم وخطير. شكرا سيد محمد المناعي. وخليني أختم مرة أخرى مع مقر لجنة الأمن والدفاع في مجلس الشعب التونسي السيد ثابت العابد. سيد ثابت، هو الخطر جاي من انه تونس مش مستعدة للمهاجرين، ولا ان المهاجرين قاعد جم بارقام كبيرة وممكن يهددوا السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي؟ تدفق المهاجرين جنوب الصحراء هو باعداد مهولة لا طاقة لتونس بتحمل هذه الاعداد. نحن مستعدون على أن نقتسم ما لدينا مع كل من يأتي إلى تونس ومع حق الحياة، لأنه المهاجرين هم في أغلبهم خرجوا من مناطق متوترة كالسودان ومالي وبعض الدول الأخرى. التدفق يأتي عبر الحدود الجنوبية من ليبيا وعبر الحدود الغربية من الجزائر، ولكن هنالك ضغوطات كبرى متنوعة من أجل أن تصبح تونس محتشم وحارس لحدود دول جنوب المتوسط كإيطاليا وفرنسا بدون تقديم أي مساعدة جديدة إلى تونس، في حين وأنه مثلا تركيا تحصلت على 6 مليار دولار عندما قايضت بالملف المهاجرين السوريين. اليوم تونس لا تقايض ولا تساوم، وتؤكد على ضرورة احترام حقوق البشرية والحقوق الإنسانية، في حين دول الجنوب المتوسط يقدمون فقط 150 مليون دولار كمساعدة، ويقفون ضد أن تتحصل تونس على القرض من الصندوق الدولي. وكما قلت وهنالك تصنيف أعتقد أنه غير جدي لمحاصرة تونس، وأن لا يبقى أمامها سوى الشباك التفاوض مع الدول جنوب المتوسط من أن تكون هي الحل لمشاكلهم. وضحت الفكرة سيد ثابت العابد، بشكرك شكرا جزيلا. للأسف تونس بتدفع ثمن استقرارها من ناحية وقربها الجغرافي من دول شمال المتوسط من ناحية تانية.